أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من الحياة مع حنان عواد. في حلقة سابقة كنت ابتديت أتكلم على إزاي ننمي ذكائنا العاطفي، وقلت لكم إن نجاحنا بيعتمد لدرجة كبيرة جدا 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 على ذكائنا العاطفي مش ذكائنا الفكري أو المعرفي. وابتدينا في أول خطوة وهي إزاي نبني ثقة بيننا وبين الآخرين. النهاردة عاوزة أتكلم على الخطوة الثانية وهي إزاي نزود مرونتنا النفسية، لأن الذكاء العاطفي مش كتلة واحدة، ولكن ممكن تعتبروه كده طبقات فوق بعض بيتكون من مكونات عديدة، ومن أهم هذه المكونات المرونة النفسية. والنهاردة عاوزين نركز على المرونة النفسية ونتعلم بعض الخطوات اللي ممكن تمكننا من ان احنا نزود مرونتنا النفسية. المرونة النفسية هي ان احنا نهدي عقلنا ونستجمع شتات انفسنا بعد ما نتعرض لتجربة سلبية او صدمة او صعوبة شديدة قوي في حياتنا. المرونة النفسية ممكن تعتبروها قوة داخلية، والإنسان مولود، كل بني آدم مننا مولود وعنده قدر من المرونة النفسية، بتختلف من شخص لشخص. لكن الذكاء هنا بقى هو إن احنا نطور هذه المهارة ونزودها. والكي وورد في موضوع المرونة النفسية أو الكلمة المهمة جدا جدا هي التعافي. لما بنتعرض لصدمة ما أو لما بنتعرض لمشكلة ما بيحصل فيه خلل في حياتنا، قدرتنا على التعافي بعد هذه الصدمة هو المرونة النفسية. وأنا أحيانا بحب أطلق عليها اسم الرجوعية، وده يمكن أنا جايباه من عالم الهندسة، لأن أنا مهندسة ميكانيكا، وفي معمل المعادن كنا بنختبر قدرة المعادن على إنها ترجع لوضعها بعد وجود قوة معينة عليها. فكنا بنحط قضيب من المعدن ونحط عليه قوة ما ونقيس الديفورميشن أو التشكل اللي هيحصل في هذا القضيب من تأثير القوة اللي ضغط عليه. المعادن اللي مرونتها عالية واللي كانت مفضلة ومحبذة لينا كانت بترجع لوضعها بعد زوال هذا المؤثر. ويمكن في بعض القصص اللي يعني ممكن نسترشد بيها على موضوع المرونة النفسية. يعني مثلا نيلسون مانديلا بيضرب به المثل في المرونة النفسية، انه اتحبس سنوات طويلة جدا ومع ذلك فضل محافظ على مرونته النفسية ونظرته الإيجابية. وله كلمة مشهورة عجباني جدا بيقول: اعظم مجد في الحياة هو مش ان احنا ما نقعش، ولكن ان احنا ننهض مرة اخرى في كل مرة بنسقط. فالنجاح الحقيقي هو مش ان احنا ما نفشلش، ما نقعش، ما نتعرضش لصدمات، ولكن النجاح الحقيقي اللي بيعتمد بقى على مرونتنا النفسية هو ان احنا نرجع نقوم تاني بعد هذه السقطة ونستجمع شتات انفسنا بعد هذه الصدمة. ويمكن من القصص اللي بتدل على المرونة النفسية قصة مشهورة لهنري فورد اللي هو عامل سيارات فورد، وله يعني قدر كبير جدا جدا في الصناعة، وأنا شخصيا بحب هذا الرجل جدا وقريت عنه وعن حياته وقريت الكتاب اللي هو كتبه. فبيحكى عنه أنه جزء من المصنع اللي كان فيه الريسيرش اند ديفلوبمنت اللي فيه التطوير، تطوير المنتجات والاختراعات الجديدة، اتحرق واتحرق جدا خالص، يعني ما فضلش منه حاجة خالص، وكانت الخسارة كبيرة والمأساة الكبرى ان ما كانش هذا الجزء متأمن عليه، لان فورد كان مأمن على الحاجات الكبيرة الأساسية، لكن هذا الجزء ما كانش متأمن عليه. وهو بيتفرج على الحريقة دي قال لابنه، طبعا الكل حواليه في حالة نفسية صعبة جدا، هو قال لابنه: روح نادي لوالدتك لانها مش هتشوف حريقة بالحجم ده تاني ابدا.
وبيسألوه ازاي يعني انت اتعاملت مع الموقف بالسهولة دي، فقال انا فكرت لقيت ان هي مجرد اختراعات شخبطة، ممكن نعملها تاني، ممكن نفكر فيها تاني، وشوية جانك، شوية حاجات خردة في المخزن وهنعملها تاني وهقف على رجلي تاني. ده مثال للريزيلينس. والأمثلة في حياتنا كتيرة قوي عن ناس وقعوا وسقطوا وقاموا تاني واستجمعوا شتات أنفسهم تاني واستجمعوا قوتهم تاني وأنتجوا وبنوا حياتهم من جديد. تعالوا بقى نتكلم على الخطوات العملية اللي هنزود في بيها بالفعل مرونتنا النفسية، وده يمكن هيخلينا نركز على العناصر المكونة للمرونة بشكل عام فينا كبشر. ودول 3 عناصر: العنصر الأول عنصر جسدي، العنصر الثاني عنصر عقلي ونفسي، والعنصر الثالث هو عنصر اجتماعي. العنصر الجسدي فعلا فعلا بيرتبط بصحتنا، قوتنا البدنية، صحتنا العامة بشكل عام، الحيوية اللي فينا، الفيتاليتي اللي فينا، الطاقة، هل عندنا طاقة ولا لا. الأمور دي بتأثر جدا جدا على مرونتنا كبشر في التعافي من الصدمات اللي بتحصل في حياتنا. العنصر الثاني هو العنصر العقلي أو النفسي، وده بيشمل قدرتنا على التكيف مع الظروف المتغيرة حوالينا، الانتباه لما يحدث حولنا، التركيز على الأمور المهمة اللي لازم نركز عليها. احترامنا لذاتنا كمان مهم جدا جدا في هذا العنصر، لأن الأشخاص اللي ما عندهمش احترام للذات للأسف مرونتهم النفسية بتكون ضعيفة ونفسيتهم بتكون هشة. الثقة بالنفس كمان مكون، التنظيم الذاتي وإدارة الذات برضو مكون من المكونات اللي بتؤثر على مرونتنا العقلية والنفسية. في بقى العنصر الاجتماعي، وده يرتبط بالناس اللي حوالينا، تعاملنا معاهم، تفاعلنا معاهم، تأثيرهم علينا وتأثيرنا عليهم. وهنا في 8 خطوات أو 8 مكونات لازم نركز عليهم لو فعلا عايزين نزود مرونتنا النفسية. المكون الأولاني هو الثقة بالنفس. علشان تزود مرونتك النفسية محتاج تزود ثقتك بنفسك، يبقى لازم تعمل جاهدا ان انت تزود ثقتك بنفسك. فكر كده وقيم حياتك، فكري وقيمي نفسك، هل انا ثقتي في نفسي متزعزعة؟ ليه؟ هل لا املك المهارات مثلا اللي بتمكنني من اداء دوري او ادواري المتعددة؟ هل لا املك الشجاعة الكافية ان انا اعبر عن رأيي؟ هل انا حاسس من جوايا بالضعف؟ هل بركز على نقاط الضعف اللي موجودة فيا بدل ما ركز على نقاط القوة؟ ده لو ادينا نفسنا بعض الوقت ان احنا نزود ثقتنا بانفسنا هتزيد مرونتنا النفسية. الخطوة الثانية كمان هو ان انا بفكر في طريقة تفكيري، طريقة التفكير الثابتة الجامدة اللي مفيهاش نوع من التكيف، انا عايز كده وهو كده، my way or the highway، لو ما جاتش الشيء يعني بالطريقة اللي انا عايزها يبقى خلاص. حتى يمكن يقولوها في الأمثال العربية، يقول لك لا تكن صلبا فتكسر ولا لينا فتعصر. فاحنا محتاجين حاجة in between، محتاجين ليونة في التعامل مع المستجدات الأمور، وان احنا نفكر اوكي بدل ما اخسر كل حاجة ايه الحاجات اللي انا اقدر اكسبها، ايه اللي انا اقدر اعمله علشان يعني اتجاوز هذه المحنة، ما حجرش رأيي، ما كنش زي الحجارة الصلبة يعني اللي فعلا فعلا بتكسر. الخطوة الثالثة هي اني اقيم علاقاتي واشوف مدى جودة هذه العلاقات. لو في علاقات ملهاش لازمة في حياتي احاول ان انا اقفلها،
انهيها، لو في علاقات مش هقدر انهيها ازاي احجمها وابعدها واضعف تأثيرها على حياتي، اذا كان في علاقات محتاج انميها العلاقات دي مع مين وازاي ممكن انميها، لان مرونتنا النفسية بتعتمد على الارتداد. تخيلوا كده كورة مطاطية بنضربها فتقوم ترتد، بترتد مش بس بقدرتها هي على الارتداد ولكن بالبيئة اللي حواليها، البيئة اللي حوالينا ومدى جودة علاقاتنا بتأثر جدا جدا على مرونتنا النفسية. النقطة الرابعة هي يمكن الجانب الروحاني. دايما الناس اللي الجانب الروحاني عندهم مش قوي بيبقى سهل ان يصيبهم اليأس والإحباط، لأن بيبقى ما عندهمش إيمان بقوة أكبر وقوة أعظم بتحرك الكون وبتغير ما يحدث في الحياة. فنبص ونفكر في علاقتنا الروحانية مع خالق الأكوان، مع هذه القوة الأعظم اللي أكتر، اللي هي أكبر مني وأكبر من أحزاني وأكبر من همومي وأكبر من الصدمة اللي أنا تعرضت ليها. النقطة الخامسة هي ان انا افكر في الاستراتيجيات اللي انا بستخدمها عشان اتكيف واتعامل مع المواقف. عارفين بالظبط كده، النجار ما يقدرش يشتغل الا بعدة، المهندس ما يقدرش يشتغل غير بعدة، الدكتور ما يقدرش يشتغل غير بعدة، احنا في البيت ما نقدرش نشتغل في البيت الا بادوات. ايه مجموعة الادوات اللي بمتلكها اللي بتمكنني من التعامل مع هذه الصدمة؟ في ناس تحب تكتب، في ناس تحب تتكلم، في ناس تحب توازن الأمور وتحسبها. أفكر في إيه هي الاستراتيجيات اللي أنا طبيعي كده أقدر أستخدمها عشان أتكيف مع الأمور الصعبة اللي بتعدي في حياتي. النقطة السادسة وهي إدارة المشاعر وإدارة الانفعالات، ودي يمكن مهمة جدا جدا. ويمكن أذكر إن كنا بنعمل مشروع استشاري في شركة كبيرة أو في مؤسسة، يعني ما كانتش شركة، كانت مؤسسة كبيرة، وكان مشكلة الجميع مع المدير إن هو ما عندوش هذه الإدارة الذاتية لمشاعر وانفعالاته، فأحيانا بتطلع هذه الانفعالات بشكل انفجار، بشكل مدمر. فكر بقى لما بحس بالغضب بتعامل مع الغضب ازاي، بأدير الأحاسيس السلبية والمشاعر السلبية اللي أنا بحس بيها ازاي، وأكتب وأفكر في بعض المواقف اللي حصلت وإزاي أنا اتصرفت في المواقف دي وكان مفروض أتصرف ازاي، وأحط لنفسي بيني وبين نفسي كده أهداف إن أنا النهاردة مش هنفعل، أو أنا النهاردة هتكلم بشكل معين، أو أنا النهاردة هتعامل مع الأمور المعينة اللي بتنغص حياتي بشكل معين، وابتدي أعمل سكور، أحسب لنفسي وأشوف هل فعلا نجحت في هذه الإدارة الذاتية للمشاعر وتنظيم هذه المشاعر ولا لا. النقطة السابعة هي بيسموها المايندفولنس، وهي إن أنا أعيش اللحظات بكل جوارحي، وده يمكن بيحمينا ان احنا نعيش في الاحداث السابقة الماضية ونغوص فيها ونفقد تواصلنا مع الواقع اللي احنا بنعيش فيه. فلما اكون مركز احساسي كله في اللحظة اللي انا بعيشها في لحظة الحاضر، هيخليني ان انا لما اجي افكر في الماضي ما اعيشوش تاني، اقيمه، احاول اتعلم منه لكن ما عيشوش تاني. وللاسف بقى الناس اللي هي بتعيش في الماضي وبتعيد خلقه من جديد، فلو الماضي ده وحش بترجع تعيد ده مره ومره ومره. فالمايندفولنس او ان انا اعيش حياتي بكل شعوري وجوارحي وتركيزي بيخليني زي ما تقولوا كده متقد الحس، قادر أركز، قادر أشوف الانفعالات اللي على وشوش الناس اللي من حواليا، قادر أحس، قادر كمان أن أنا أشوف الفرص وأستغلها.
النقطة الأخيرة بقى هي إن إحنا نفتح مخنا. بمعنى إيه؟ إن أنا يعني لا أصدر الأحكام بسرعة، أدي نفسي فرصة إني أستقرئ الأحداث وأصل لقراري أو لحكمي بناء على اللي أنا شفته، قبل ما أقرر وأقول ده وحش ده كويس ده ينفع ده ما ينفعش. أدي نفسي فرصة إن أنا أشوف كل المعلومات وأجمعها وأشوفها وأفندها وأعمل هذه الترابطات بين المعلومات اللي أنا حصلت عليها، وبالتالي لما أصل إلى حكم أو لما أصل إلى قرار هيكون حكم وقرار كويس. طبعاً موضوع المرونة النفسية مش هنقدر نغطيه في حلقة واحدة، علشان كده هيكون لينا لقاءات في المستقبل هنتكلم أكتر وأكتر على موضوع المرونة النفسية وخطوات تانية، يعني مثلا الوعي الذاتي، إزاي أزود إدراكي لنفسي وفهمي لنفسي، مثلا إزاي أزود الإصرار والمثابرة عندي. تاني هنتكلم على موضوع التحكم العاطفي وإزاي أتحكم في انفعالاتي، هنتكلم برضو عن الموضوع ده بالتفصيل. لكن النهاردة أنا عايزاكم تاخدوا ورقة وقلم وتقيموا الثمان جوانب اللي أنا اتكلمت عنها، لأن المرونة النفسية مهمة جدا جدا لنجاحنا وسعادتنا وراحة بالنا، وكمان تعافينا من الصدمات اللي الدنيا مش هتبطل تلقيها في طريقنا أبدا أبدا. لو الفيديو عجبكم ياريت اعملوا له لايك وشير واشتركوا في القناة لو كنتوا لسه ما اشتركتوش، وفي الأيام القادمة إن شاء الله هتلاقوا في فيديوهات رائعة بتتناول مهارات إدارة حياتنا اللي أنا اتعلمتها في حياتي أو اتعلمتها من الدراسة أو اتعلمتها من الكتب أو اتعلمتها من ناس عظيمة جم في طريقي وكانوا معلمين رائعين بالنسبة لي. أتمنى دايما أشوفكم عندي في القناة، أشوفكم الفيديو الجاي.